لقد أصبح رئيسنا مجرم حرب، والصمت لم يعد مقبولاً. بهذه الكلمات وصف أحد الضباط المنشقين عن جهاز الأمن السري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرجل مع استمرار غزوه لأوكرانيا. غليب كاراكولوف، الضابط المهندس المنشق والمسؤول عن الاتصالات الآمنة للرئيس، كشف الكثير من التفاصيل عن حياة بوتين الشخصية ومعلومات سرية محتملة. كان انشقاق كاراكولوف منعطفاً مفاجئاً لعائلة غارقة في التقاليد العسكرية الوطنية، فوالده رجل عسكري سابق، وشقيقه مسؤول حكومي محلي. وعلى الرغم من أن كاراكولوف لم يكن من المقربين من بوتين، إلا أنه أمضى سنوات في خدمته عن قرب بين عامي 2009 و2022، وأجرى معه أكثر من 180 رحلة. بحسب كاراكولوف، فإن جنون الارتياب لدى بوتين تعمق منذ قراره غزو أوكرانيا، وهو يفضل الآن تجنب الطائرات والسفر في قطار مصفح خاص. وعلى عكس رئيس الوزراء، لا يطلب بوتين اتصالاً آمناً بالإنترنت في رحلاته، حيث يقول كاراكولوف: لم أره قط بهاتف محمول، كل المعلومات التي يتلقاها هي فقط من أشخاص مقربين منه، أي أنه يعيش في نوع من فراغ المعلومات. وكشف كاراكولوف أن القطار الذي يستقله بوتين يبدو مثل أي قطار عام آخر، كما أنه بدأ في استخدام القطار بانتظام في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا. بحسب كاراكولوف، أنشأ بوتين مكاتب متطابقة تماماً في مواقع متعددة، وتشير التقارير الرسمية أحياناً إلى أنه في مكان ما عندما يكون في مكان آخر، كما أنه يخشى من إمكانية تتبع الطائرات له. وتتوافق رواية كاراكولوف مع آخرين من الذين يصورون بوتين على أنه زعيم كان يتمتع بشخصية كاريزمية ذات يوم، لكنه يزداد عزلة ولا يستخدم الهاتف المحمول أو الإنترنت، ويصر على الوصول إلى التلفزيون الحكومي أينما ذهب.